ازيك دكتور ضياء؟ ازاي حضرتك؟ يا اهلا يا دكتور عصام. استاذ ان عصام شاء الله اتفضل. ان شاء الله تكون بخير ويا رب كده يعني بالتوفيق. النهارده ماتش منتخبنا طبعا، انا عارف ان حضرتك عندك يعني في الحوار موضوع اخر، لكن طبعا مباراه مصر خالص الثمان يا رب للمصريين امام الكاميرون ان شاء الله. احنا يعني دعينا ربنا في بدايه الحلقه ان احنا نحتفل ان شاء الله الليله دي بوصول مصر لنهائي كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. استاذ عصام، الالعاب الاولمبيه الشتويه تفرق ايه عن الصيفيه؟ ودي يعني كل قد ايه ودي كل قد ايه؟ هم بيقولوا لنا الشتويه كل 4 سنوات. هي في نفس المدد يا دكتور. هي فقط ما هياش اللي اقيمت من اجلها يعني دوائر الخمسة أو يعني الأولمبيات في ذكرى جبل أولمبيا يعني والشعلة وكذا، لكن هي أولمبيات شتوي للتقارب لمزيد من إلقاء الضوء على الرياضة، صناعة البهجة وصناعة الأمن القومي والإطفاء مزيد من، لأنهم بيعتبروا الأولمبيك جيمز خارج أطر الاحتراف يعني، وكأنك هواة في مشاعر وأخلاق وتقارب أكثر بكثير من الرياضة لما بتخش كأس العالم مثلا. فكل هذه تعد رياضات محترفة همها الأول والأخير تحقيق المكاسب المادية، لكن الأولمبياد الشتوي هي يعني تمثل تقارب بين الشعوب، اختبارات للمستوى، ومن ثم إعادة مسح للأرقام في الألعاب الفردية والأثقال وكل هذه الألعاب الأولمبية. طيب اللي أنا شايفه قدامي دلوقتي في السوابق إقامة هذه الدورات إنها الحقيقة كلها بلا استثناء أقيمت في دول ما عدا يمكن كوريا الجنوبية، دول شمالية، دول في الشمال، يعني دول تتمتع بمناخ في الشتاء يسمح بإقامة ألعاب شتوية زي اللي هنشوفها في الصين المرة دي، التزلج بكل أنواعه. فهل ده معناه أنه هذه النوعية من الدورات محجوزة؟ مناخ شتوي. لازم في دولة ذات مناخ شتوي؟ ايوه، وبيدخل فيها رياضات التليج والتزلق ورياضات يعني اللي بتمارس في هذا المناخ يعني. طب مع انها مش موجوده في الدوره الاولمبيه الرسميه ان صح وصفها بالرسميه. وبالتالي هي اختصاص لدول ما يسمى الثلوج والبروده يعني. والمرتفعات والجبال اللي طب هل داخل هذه الدوره الشتويه الحصول على ميداليات هو ذاته الحصول على ميداليات في الدورات الاولمبيه العاديه؟ يعني هي نفس الوزن؟ لا، الدوره الاولمبيه العاديه هي التصنيف الحقيقي للمستويات، لكن دوره الالعاب الاولمبيه الشتويه زي ما قلت لحضرتك هي تعتبر المقياس للارقام مع الابطال، وبالتالي انت يقال عليك بطل الاولمبياد حين تفوز بالاولمبيك جيمز المعتاده، لكن انت بطل الاولمبياد الشتوي ده موضوع ثاني. انما لكن يوضع في الاعتبار معنويا، انما في التصنيف طبعًا الدولي طبعا لا يوضع. طبعا ويفوز بها دول ويفوز بها النجوم في الالعاب وكذا. طب هل ده يفسر لنا استاذ عصام انه عدد الدول المشاركه يعني طبيعه الالعاب ذات الطابع الشتوي يعني زي ما انت قلت الثلج وغيره يفسر لنا انه عدد المشاركين فيها اقل من اللي بيشاركوا في الاولمبياد الاصلي؟ طبعا، لانه الاعداد ليها مكلف جدا وبالتالي تمارس بعض الرياضات، ثم هي بتبقى فرصه لو مثلا لديك سباح يستطيع الحصول على ذهبيه في مسافه ما في الاولمبيات الكبرى او يعني المعتمده، فانت تجرب نمره 2 في الالعاب الشتويه، فبالتالي انت لا يعني تحمل خزائن البلاد الكثير والكثير من الاموال للاستعداد وبنفس الارقام ونفس الجديه، بل هي تقلب البطل الثاني او الصف الثاني يعني. طيب مصر حسب ما انا قدامي هي يعني ما شاركتش كتير في هذه الدوره او الدورات الشتويه، لكن في النهايه كان لها تمثيل في عدد من المشاركات من الدورات فعلا. لا، هل ده يعني بتعكسه طبيعه الرياضات وان احنا ما عندناش، ولا انها غير يعني مصنفه دوليا فبالتالي ما يعني امكانياتنا هو التصنيف من ناحيه، ثم والحمد لله في الجمهورية الثانية في اهتمام متعاظم بكل مناحي
الحياه، وكمان على راسها قواتنا الناعمه يعني الرياضه والثقافه والفن وكذا، وبالتالي زاد الاهتمام وزاد المطالبه. يعني انت في عقود اخرى لن تعود، يعني كان ممكن ايه ان تستبعد او يستبعد المسؤولين محاوله الاشتراك او طلب الاشتراك يا دكتور ديار، لكن الان والحمد لله يعني مصر اللي بتتبني ومصر اللي بتتولد في الجمهوريه الثانيه يعني حاجه تفرح يعني. عظيم، اشكرك شكرا جزيلا الزميل والصديق العزيز الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي على توضيحك لنا لدوره الالعاب الاولمبيه الشتويه في الصين.